السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصتكم صالح جدا. اليوم موضوعنا حيكون حول العرس الموحد بين العريس والعروسه. راح نشوف واش يقولوا لنا عليه المواطنين الجزائريين خصوصا مع ارتفاع تكاليف الزواج. انت مقبل على الزواج؟ بكل صراحة تقبل باش دير عرس واحد انت والزوجة يعني بسبب غلاء التكاليف، ولا كل واحد يدير عرسه؟ السلام عليكم. هي فكرة جيدة لاباس بها، في زواج مشترك موحد هذا يكون اقل تكاليف بالنسبة للزوجة والزوجة، وهذا شيء يجي مليح هذا. وحنا نتمنى كل مواطنين كل جزائريين يمشيوا عرس موحد، يكون اقل تكاليف ويكون ما النكهه تاعك تكون نكهه مليحه، تكون حاجه طيبه ان شاء الله، والتوفيق للجميع ان شاء الله. وانت راك مقبل على الزواج؟ بيان سور، بصح ان شاء الله احنا نكون عرس موحد ان شاء الله، نكون طرفين يكون اقل تكاليف. يعني راك ناوي دير عرس موحد؟ موحد ان شاء الله، وهذه احسن طريقه واي انسان يتمناها، لانه حاليا التكاليف راهي مرتفعه بزاف. قصدك انت يا العريس والعروسة يتفاهموا انهم يديروا عرس مشترك ما بيناتهم في صالة واحدة، على حسب ما باش ما يكونوش كيما نقولوا حنا باش ما يجيهمش الفري تاع العرس بزاف وكذا وكذا. في النقطة هذه كل واحد كيش يخمم. إلا كنت انا على حسب عقليتي انا واش نفهم انا الوقت اللي رانا فيه، نقول لك واحد الكلمة، حنا رانا نيفيتيو في المشاكل. دوك ما ولاش كاين هذيك العقلية تاع بكري الناس تحمل بعضها والناس قال يتعاشروا ونديروا كاع لما في رحبة، وهذيك تجيب عائلتهم وحنا نجيبوا عائلتنا ويكونوا كاع فامي واحده في صاله واحده ونديروا عرس، هي تخمم عليا وانا نخمم عليها، ونشوفوا هذيك العقليه هذيك تاع باش نجيبوا زوج بياض نزيد نجيبوا بيدون واحد ويسقام العرس ويكون كذا. كما في الحديث تاع الرسول يقول لك يعني الحاجه اللي تجي قليله تجي فيها البركه. دونك حنا في الوقت هذا كل واحد كيش يخمم. انا واحد من الناس ما عندي مانيش معارض، بصح كي نشوف العقليات بين الفاميليا، الخو مش متفاهم مع اخته ونسيب مش متفاهم مع نسيبه ومشاكل كاين قبل، ومن بعد تلم انت المشاكل كاع في صاله واحده، وروح يا خويا تفرج واش عايصرى لك في هذاك العرس، ما يوليش عرس. يعني تولي انت نقول لك كلمه ما راكش اليز، اي مشاكل، عافاك واش تولي تخمم؟ تولي تخمم اسكو انت راح تفرح ولا تحل المشكل؟ تجي باش تنحي مشكل دير 10 مشاكل. العائلات باسكو نقول لك واحد الكلمه، هاتي يقراصوا بعضهم ولاو نقول لك ولاو يستناو وين يتلاقاو في الحفلات الجماعيه. يا خويا انا نسالك حسبه، ما نحكمكش لبرا، نحكمك في بلاصه في وين تكون انت قالها باغ اكزومبل راك في يدي في صاله، ونبدا نقول لك كلمه، نبدا نمشر ونبدا نهضر لك في هدايف وندير لك في مشاكل وندير لك كذا وكذا، ما وليناش نحملوا بعض. يا اخي انا نقول لك واحد الكلمه، كل واحد عرسه، انا جو بريفير هكذا نشوف. يا خويا انت روحي ديري عرسك، هاي لك دراهمك، روحي ديري عرسك في داركم، وانا ندير عرسي في دارنا، ومن بعد يتلموا قالها باغ اكزومبل بالشيء اللي رضى به ربي سبحانه، وهذه هي انا تبان لي كيما هكذا والله اعلم. هي كل واحد كيفاش يشوفها. انا بالنسبه ليا المراه تحب شغل والله تفرح وحدها، شغل تحب مع لا فامي ديالها هكذا، فاهم؟ ابخي العرس الكبير هو تاع الراجل. يعني انت راك ضد باش دير عرس موحد؟ ماشي ضد، مي سي ميوك شغل كل واحد وحده فوالا. فوالا شغل هي دير واش كاين في راسها في عرسها، وانت دير واش كاين في راسك في عرسك، هذه هي. يا واش نقول لك على عرس موحد؟ عرس موحد كيما احنا عندنا في الصحراء ما تصلحش ما تصلحش للمراه وحدها والرجل وحده، على خاطر المراه العرس تاع المراه وتاع الراجل ماشي كيف كيف، فهمتني؟ شغل الراجل عنده عندنا عادات مختلفه على المراه، المرأة تبغي واش تدير والراجل يبغي واش يدير. كم أما هنايا عرس يكون موحد في لاصال، عندكم لاصال ديروا عرس موحد. أما حنايا عندنا حنايا في الصحراء ما تصلحش هذه العادة تاع دير عرس موحد، ما تكزيستيش، مستحيل. لا هذه ما تصلحش عندنا حنايا، الراجل وحده والمرأة وحدها. أما الراجل يدير في نهار وحده عرسه وحده ويحضروا اهل العروسه، يعرضوهم يجي ويتعشى وكذا منا، واهل العريس وكلش والمعاريض كما نقولوا حنايا، والمراه ثاني عرسها وحدها، وثاني كاين اللي يحضر اهل كما نقولوا اهل العريس يعرضوهم. بكل صراحه انت مع ام ضد العرس يعني الموحد بين العريس والعروسه؟
والله هي سي اون ايدي انوفونت صح. بوتيتر كاين حوايج نيجاتيف كاين حوايج بوزيتيف. وكان جاو باغ اكزومبل يا با دو ميلونج بين لي دام لي فام اي لي زوم ما شاء الله يعني سي اون بون ايدي. مي لو كان يا ميلونج تكون فيها نوع من اللوكس هكذا يا اخو. انا كوطون مقبل على الزواج ان شاء الله. انا كنت الليدي تاع العرس هادي كاع راك شايف يا اخو. انا ماذا بيا دراما دوك تاع العرس اللي يروح ومنه ومنه ندير عرس صغير ما بين لا فامي و عشاء يلاه عشاء برك والباقي دراهم نروح مع مرتي انا نحوس راه نجوز فواياج دونو. نروح يا اخو انا نحب لاميريك لاتين انا حايب نروح لاميريك لاتين نشوفها ونزيدو كاش بلاد فلوروب بادوك دراهم يكفيو خويا. ما كاش تقول لي دراهم تاع امي يصرفوا 200 300 مليون في العرس خويا العزيز. 300 مليون ما ديكش فواياج دونونس تجوزو لوكس كاع. واش رايك في فكره يعني العرس الموحد بين العروسه اخو؟ دوك كل واحد دو كيفاش كل واحد دو. انا بالنسبه ليا يا اخو هي مليحه عرس موحد باش ثاني ينقص المصروف. انا بالنسبه انا كشاب جزائري خويا العزيز المصروف بزاف تصرف بزاف في العرس واح تقدر هذوك الدراهم دير بهم بزاف عفايس. انا كونطر على العرس هذوما عرس الراجل وحده والعرس المراه وحدها ماذا بيا فوالا بعد نقسموا لي فري سورتو بور لي ماري ماشي اون بعد مور العرس يقولوا بالدين و سي تيلمون شير فوالا دونك اوليو يكونوا بالدين يديروا دي زيكونومي في لاسال وبالدراهم هذوما يقدروا يسقموا دارهم يشرو شي صحبو فوالا يديروا فواياج دو نوس باغ اكزومبل دونك راني بو